بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، ذكر جامع فيه خير عظيم جدا. روى هذا الحديث الإمام البيهقي في شعب الإيمان، والإمام العقيلي، والإمام الطبراني في المعجم، والإمام السيوطي في الدر المنثور، وسكت عليه، وسكوت المحدث أو على الحديث يعتبر تحسينا للحديث. الحديث يقول، الحديث من حديث عبد الله بن عمر قال: سأل عثمان بن عفان الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، سألتني عن شيء لم يسألني عنه أحد قبلك. هي كلمات تقولهن صباحا ومساء 10 مرات، تقول سبحان الله، تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير، يحيي ويميت، هو على كل شيء قدير. فإنك أنت قلتهن يا عثمان أعتق الله سبحانه وتعالى ستة خصالا ستة. شوف الخصال الستة إيه. أولا تحرس من إبليس وجنوده. ثانيا تعطى قنطارة من الأكل. نترك القنطار، ده شيء عظيم جدا. الرسول فسر القنطار في حديث تاني، قال لك اللي بيصلي بألف آية بالليل بكتب له قنطار، قال لك القنطار 1200 أقية، الأقية خير مما طلعت عليه الشمس وخير من بين السماء والأرض. الأقية الواحدة أفضل من أن تتصدق بالكرة الأرضية كلها، أو تبيعها وتتصدق بثمنها، أو تجعلها وقف لله. قلت لحضرتك قبل كده ان اضرب 1200 في مساحه الكره الارضيه يعملوا حوالي 500 او 600 مليار كيلومتر مربع، لان القطار ده ربنا بيدوه لك لما بتصلي ب1000 ايه بالليل او تصلي ب500 ايه. شو دوريكم الذكر، الصواب العظيم للذكر، والذكر ده بالذات لانه جامع، ذكر جامع. تعطى قنطار من الاكل. ثالث حاجه ترفع درجه في الجنه، وكلمه درجه مش معناها درجه، معناها درجات كتير، يعني ترتفع كثيرا في الجنه. الشيء الرابع تزوج من الحور العين، هتكون من اكثر الناس زواجا من الحور العين في الجنه. الشيء الخامس يحضرك 12000 ملكا وانت تقول هذا الذكر، ويكتبونه في رق او في شيء، ويشهدون لك يوم القيامه. هشوف الثواب العظيم. الحاجه اللي بعد كده تعطى من الاجر كمان قرأ القران والتوراه والانجيل والزبور. يعني ربنا يديك ثواب ان انت قرأت الكتب الاربعه. هنا بقى العلماء تكلموا في الكلام ده، قالوا يعني هي انك الحته دي يعني ازاي. الرسول عليه الصلاه والسلام يقصد اللي من قرأ الانجيل الصحيح وكان من اتباع سيدنا عيسى، او قرأ التوراه الصحيحه وكان من اتباع سيدنا موسى، وقرأ الزبور الصحيح ايام سيدنا داود، مش الكتب الموجوده دلوقتي المحرفه. لا، الرسول يقصد كانك قريت الكتب الاربعه الصحيحه تاخد ثواب قراءتهم كلهم. ويا عثمان، وتكون يا عثمان، يعطيك الله سبحانه وتعالى يا عثمان من الاجر كمن حج واعتمر فقبلت حجته وقبلت عمرته. شوف الصواب العظيم. ومن مات في يومه طبع، وفي ليله ثانيه، وفي ليلته طبع بطابع الشهداء، يعني لك منزله شهيد. شوف الصواب. لذلك محدش يفرط ابدا في الذكر العظيم، حتى لو كان الذكر، حتى لو كان الحديث فيه ضعف، ده ذكر جامع. الفاظ الحديث ما فيهاش شيء يخالف اصل الشريعه، يبقى نعمل بالحديث رجاء للثواب، نعمل بالحديث رجاء للثواب. انا قلت لحضراتكم قبل كده ان جمهور العلماء على العمل بالحديث ضعيف. والله ان كان في الحديث في شيء غلط مش هنخسر حاجه، هناخد ثواب الذكر. ان كان الكلام صح هناخد ثواب اللي موجود في الحديث، لكن لو تركته ما عملتش بيه عشان في ضعف او شيء بعض العلماء انكروه، وكان الكلام ده فيه صحيح او كان فيه شيء من الصحه، مين اللي هيخسر؟ احنا اللي هنخسر. وربنا مش محتاج لعبادتنا ولا محتاج لذكرنا، احنا اللي هنخسر. ما دام الذكر ما فيهوش مخالفه لاصل من اصول الشريعه، ما فيهوش كلام كفري او كلام شركي او كلام يحض على شيء، يبقى نقوله رجاء للثواب. وانا قلت قبل كده لحضراتكم ادله من السنه قويه جدا، وان شاء الله اتكلم عن الموضوع ده تاني، على جواز العمل بالحديث الضعيف. والحديث موجود في كل كتب السنة، ذكروا كبار العلماء وقرأه، وهم يعلمون أنه سيقرأه من بعدهم ملايين الناس. فمن أراد أن يعمل به فنعم، ومن لم يرد عادش بقى ينكر عليا ويقول لي الحديث مش عايز تعمل بيه، مش مقتنع بيه، ما تعملش بيه.
مش عايز تعمل بيه ما تعملش بيه، كل انسان حر. فمن علامات الساعه ان السنه تبقى بدعه والبدعه تبقى سنه. فالناس تاني بعض الناس ينكروا شيء ويكون فعلا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا اللي هنخسر مش هنخسر. فاللي عايز يعمل بيه اهلا وسهلا، مش عايز يعمل بيه هو حر. فانا هكتب لكم الحديث بالتفصيل في الوصف، انسخوا هذا الكلام وشو نشر هذا العلم فيه ثواب العظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.